بسم الله. الله تعالى عنكم إلى أن قال: وهؤلاء الذين يتخبطون في سلوكهم ما سببه إلا إهمالهم قواعد السلوك وإغفال الترتيب في المعاملات، فمن أراد الإقبال على الله تعالى فليرتب أعماله ترتيبا، فليبدأ أولا بالزهد في هذه الدنيا الدنية ومعنى الزهد هو التقلل من الأشياء، وتعلق الزهد بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر، إذ هو قلة الرغبة في الأشياء وترك فضولها. والأصل المعتبر لمن أراد التبتل وحسن المعاملة أن يتقلل من المطعم ويهجر الشهوات ويلازم الخلوة ويراعي أحوال قلبه، فينجيه من الوساوس والأخلاق الرديئة، ثم ليعلق قلبه بربه تعالى، ويجتهد أن يكون حاضر القلب لا يغفل عنه طرفة عين، فهذا أصل السلوك فاعرف. ثم ليحذر العبد كل الحذر أن يطمح نظره أن ينازع شيئا من صفات الربوبية كبرا وتجبرا واستطالة على الناس، فما على الخلق أضر من إهمالهم تمييز حال العبودية عن التساهل في الدخول في شيء من صفات الربوبية، فلا ينبغي للعبد أن يهون في هذا الأمر، فإنه أصل عظيم وهو طريق الخلص من أصحاب الحق تعالى، فذو التوفيق لصحة تمييزهم وحسن أدبهم مع ربهم يشفقون أن يقاربوا شيئا مما اختص به الرب تعالى لعلمهم أن المولى يحب أن يستبد على خلقه وأن يبين أثر ربوبيته عليهم رفعة وعلوا وتعاظما وربوبية. فإذا رام العبد في سلوكه الرفعة والعلو على الناس فأي مزية تبقى للرب على المربوب؟ ومنها هنا يقع الغلط لكثير من الناس من سالكي زماننا، حيث أخذوا أمورهم في سلوكهم بالترفع على الناس في العلو على العباد والدخول في أمور تشبه أحوال الجبابرة، ومع ذلك يدعون الزهد والتشبه بأحوال الصالحين، فيتخبطون في سلوكهم وتفسد أعمالهم من حيث لا يشعرون. فتلمح أيها الأخ هذا السر، فإنه أساس طريق الحق تعالى. روي أن الرب تعالى أنزل في بعض الكتب: تفرد الله بالكمال وقضى لغيره بالنقصان. فالعلو خاص لله الواحد القهار، ليس لأحد سبيل إلى شيء منه. فأنت أيها الأخ واحد من العباد، فإن كنت ذا فضيلة فأولى فضائلك أن تعرف قدر نفسك وتحل محلك الذي أنزلك به مولاك. فليعتني الإنسان بإصلاح نفسه ولينطرح ما قاله الناس فانظر أيها الأخ إلى أحوال السالكين ذوي المعارف والهمم فاتبعها. حكي لنا أن بعض المشايخ المسلكين كان إذا أتاه أبناء الأكابر من الشباب الذين يؤثرون الزهد والانقطاع، أول ما يأمرهم به التعرض بالكسب من الحمل مع الناس على رؤوسهم في الأسواق، مثل قدور الطباخين وحزم الحطب. يأمرهم الشيخ المسلك أن يلازموا ذلك برهة، ويقول لهم: يا بني إن نفوسكم العزيزة لا تصلح للحق تعالى إلا بعد التطهير بنحو هذه المهن، فتصلح نفوسكم بهذه ما لا تصلح بنوافل العبادات. لأن نفوسكم عزيزة وتنكسر، فلا شيء أنفع للإنسان من أن يدرب نفسه على الذل ويجرعها غصصه، لأن حقيقة الذل لازمة للإنسان لزوما بينا. قال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما: ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. وقال علي رضي الله عنه: تجرع الغصص فإني لم أرى جرعة أحلى منه عاقبة ولا ألد مغبة. وأما هذه الأشياء العارضة للإنسان مثل رفعة قدر وعلو رتبة، فذلك شيء لا أصل له، وهو شبيه بالصبغة الحائلة. الحمد لله. يبين لنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرات من الكتاب أساسيات السير إلى الحق، أساسيات السلوك إلى الله تبارك وتعالى، الأصول التي يتم بها التوجه إلى الرحمن سبحانه وتعالى،
وقال إن الذين يتخبطون في سلوكهم ما سببه إلا إهمالهم قواعد السلوك وإغفال الترتيب في المعاملات، ولم يحسنوا البداية والانطلاق، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، ومن لم يحكم سيره إلى الحق تبارك وتعالى فإن التخبط رفيقه في طريقه، فإنه تمتد إليه حبال النفس والهوى والشيطان لتروج عليه ولتلبس عليه ولتزين له إلى غير ذلك مما ينال كثيرا من الذين تعلقوا بالسلوك ولم يمضوا على القدم الصحيح. وبين لنا هذا القدم الذي يمضي عليه السالكون الصادقون المخلصون، قال: فمن أراد الإقبال على الله تعالى فليرتب أعماله ترتيبا. فبما يبدأ؟ إذا علم أن مهمته الأولى ترك الذنوب والمعاصي والملازمة لأداء الفرائض والإكثار من النوافل، هذا في الطريق العام. فإذا أراد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى في السير الخاص فليبدأ أولاً بعد هذا الأساس السابق من ترك المعاصي وتحقيق التوبة، فليبدأ أولاً بالزهد في هذه الدنيا الدنيا، وما دام له قلب متعلق بها، وما دام له نظر ملتفت إليها، وما دام له ركون إليها، وما دام له تعويل عليها، فأنه يسير. يسير إلى فين هذا؟ يروح إلى فين؟ هذا مكبل من كل جانب، لا يخطو خطوة صحيحة في السير إلى الله تبارك وتعالى. هل يبدأ بالزهد في هذه الدنيا الدنيا؟ إيش معنى الزهد؟ قال: التقلل من الأشياء وتعلقه بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر. التقلل من الأشياء، فأما الذي يحب كثرة الأواني وكثرة الثياب وفاخر المساكن وفاخر المراكب، يعول عليه ويقول بيسير إلى الله. بتسير إلى فين؟ بتمشي إلى فين؟ السير إلى الله كيف يكون؟ اترك ما زهدك فيه وما حقره في نظرك وما لا يساوي عنده جناح بعوضة، وخذ قدر الحاجة وخذ قدر الضرورة حتى يصح لك السير إلى الله تبارك وتعالى. وأما من دون هذا يصلحون أعمال كثير ويصلحون أذكار كثير ويصلحون مجالس كثير والقلوب معلقة بهذا، كيف يصح السير لهم؟ ما يصح سير ولا شيء. يصبح يمسي محله مثل حمار الرحى، يدور 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 وهو في محل واحد، ما ولا يمشي أي مسافة، لأن قلبه أزلا ما أحسن الالتفات إلى الله، ما أحسن الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحداد: وأرفض الدنيا وأرفض الدنيا الغرور التي من أجلها كان الحجاب مقيم، عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم. إيش تصلح أول؟ قال: وأرفض الدنيا أرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، من حبها كان الحجاب مقيم، الحجاب قائم مستمر مقيم، ما يروح الحجاب ما دامت حبها في قلبك، الحجاب بقى في قلبك محجوب. وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم. أيوة، النفس والشيطان عصيهما بصدق التبتل وحسن المعاملة ودوام الحضور مع الله بقوة الله العلي العظيم. وولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم.
هذا هو سبيل السير. قال: وتعلق الزهد بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر، فقد يوجد وقد لا يوجد شيء من المتاع، ولكن العبرة بالقلب، وقد يكون عند صاحب القلب الذي لا يلتفت إلى كثرة المتاع، والذي توطن فيه معرفة الحاجة والمقصود من هذه الشؤون الدنيوية فلا يلتفت، فقد يتوفر له ما يتوفر من الأمتعة أكثر من واحد قلبه معلق بها، وما عنده من الأمتعة ما عند هذا، فلا عبرة بالأمتعة. وقد أيوه يكون غير ذلك، فالعبرة بالقلب. تعلق الزهد بالباطن أكثر من تعلقه بالظاهر، إذ هو قلة الرغبة في الأشياء وترك فضولها. أما الذي ما عنده الأشياء لكن قلبه راغب فيها ويتمنى لو أنه حصل الفرصة وزيد منها وكثر وتوسع فيها، لكن ماشي فرصة ما حصل شيء، فقلبه متألم على عدم وجودها، هذا ما يغني قلة المتاع شيء، ما يكون من الزهاد، لأنه قلبه معلق بتمنى أبغى، إذا شافها عنده حد يقول أوه انظر، كأنه يكبرها بدل تكبير الله تبارك وتعالى. وإذا رأى أحد متقلل ما بقلبه احتقره. سامعين؟ ويتمنى أن ينتقل عن مثل حاله. وإذا رأى صاحب الكثرة في المتاع تمنى أنه مثله، فهذا ما يفيد شيء عدم وجود المتاع في يده، لأن قلبه غارق في محبة الدنيئة. قال: إذ حقيقة الزهد قلة الرغبة القلبية في الأشياء وترك فضولها. ومن سادة الزاهدين سيدنا عيسى بن مريم، ولما رأى من يمتشط بأصابعه ترك المشط، قال ما عاد له حاجة هذا. ولما توسد الحجر تصور له إبليس، يقول ركنت للدنيا، قال معي من هذا الحجر خذه. قال: والأصل المعتبر لمن أراد التبتل أي الانقطاع إلى الله تعالى وحسن المعاملة أن يتقلل من المطعم ويهجر الشهوات ويلازم الخلوة. وسيدتنا البتول كذلك رعاها سيدنا الرسول، ولو أراد أن يجعل بيتها من أكثر بيوت أهل المدينة طعاما وأمتعة وخدما لفعل، ولكان ذلك في متناول يده صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: لا أعطيكم ما دع الفقراء في المدينة. وكان يقدم الفقراء المدينة، وقال نريد خادم، قال تعالوا سبحوا، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أنت وهي تسبيح، هذا شغلكم، والخدم وقسم. فاطمة محبوبة عنده، صاحبة المكان، قال أنت سبحي، أنت وعلي، سبحان الله، خير لكما من خادم. فهي البتول القريبة من سيدنا الرسول، فإني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة. المن أراد التبتل وحسن المعاملة أن يتقلل من المطعم ويهجر الشهوات ويلازم الخلوة ويراعي أحوال قلبه، فينقيه من الوساوس والأخلاق الرديئة، ويعلقه بربه، يعلقه بربه تعظيما إكبارا إجلالا تقديسا تنزيها تسبيحا تذللا خضوعا خشوعا إنابة. الله
فينجي من رؤساء ثم يعلق قلبه بربه، يجتهد أن يكون حاضر القلب مع الله حتى لا يغفل عنه طرفة عين. يقول لك هذا أصل السلوك فاعرف، هذا أصل السلوك فاعرف. فلما جاء بعض العلماء وكان مدرسا ومفتيا تعلق ب هذا العالم العلواني اسمه من العلواني، يتعلق ببعض الشيوخ المسلكين من العارفين، قال اترك التدريس، اترك التعليم، اترك هذا اللي يقول مرحبا، اشتغل بالذكر مرحبا. قالوا الجماعة ولي هذا قاعد يمنع العالم عن التعليم والتدريس، هذا إنسان ضال مجاهل، هذا صار يشتغل بعد قراءة القرآن. قالوا وقف قراءة القرآن، ألزم الذكر. قالوا هذا زنديق، هذا يمنع من تلاوة القرآن أعظم شيء. ولكن الشيخ عرف المعنى واستسلم لأمر الشيخ ودرك، حتى امتلأ قلبه بالحضور مع الله ونور اليقين. قال يا الآن اقرأ قرآن، شوف القرآن. ثم فتح المصحف وإذا بالمعاني العظيمة الأزلية القديمة والمعارف ترد عليه عند كل كلمة وعند كل حرف. قال شوف أنا ما منعتك من القرآن، منعتك من لقلقة اللسان والهذين ذاك حقك والانقطاع عن المعاني، هذاك اللي منعتك منه، ما منعتك من القرآن. القرآن أشوف القرآن، أنا اقرأ القرآن، هذا القرآن ما هو حقك، هذاك لك كم سنين قاعد تقرأ غافل عن المعنى وعن الحقيقة، الآن اقرأ القرآن. حتى تهيأ وتأهل قال رجع درس الآن، هو كما يمكن تدرس أول. بعد ما علق القلب بالله امتلأ بنور المعرفة بالله تعالى، قال ثم ليعلق قلبه بربه تعالى اجتهد أن يكون حاضر القلب لا يغفل عنه طرفة عين. فهذا أصل السلوك، أصل السلوك فاعرفه وتنبأ في هذا السير العمل. ثم ليحذر العبد كل الحذر أن يطمح نظره إلى الرفعة، إلى العلو، إلى المكانة عند الخلق، أن ينازع شيئا من صفات الربوبية كبرا تجبرا واستطالة على الناس، هذا ليس لك ولا للملك ولا لإنسي ولا لجني ولا لجماد ولا لحيوان، هذا وصف الرب، هذا الوصف الخاص بالرب هو المتعالي هو المتكبر، هذا كماله الخاص به. انت والملائكه والانس والجن ما شغلكم، هذا شغلكم التواضع والتذلل، هذا واجبكم. من رفع حقه هو وحده سبحانه وتعالى. ها في الدرجات ذو العرش. قال فما على الخلق أضر من إهمالهم تمييز حال العبودية عن التساهل في الدخول في شيء من صفات الربوبية. قال سيد العارفين والعابدين والسالكين والمسلكين صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، أكل كما يأكل العبد، يرقع ثوبا، يخصف نعلا، يحلب شاتا، يكنس بيتا صلى الله عليه وسلم. ها وإن كانت الجارية من جوار المدينة توقفه في الطريق وتمضي به حيث شاءت حتى يتوسط لها في هذا أو يكلم لها هذا أو يشتري لها هذا ثم يرجع صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من؟ هذا الأتم، هذا الأكرم، هذا الأعظم، هذا الأكمل، هذا الأنور، هذا الأطهر، هذا الأحب، هذا الأقرب إلى الرب. فماذا لغيره؟ ماذا لغيره أن يترفع ويتكبر أو يعجب أو يغتر؟
قال فما على الخلق أضر من إهمالهم تمييز حال العبودية عن التساهل في الدخول في شيء من صفات الربوبية، فلا ينبغي العبد أن يهون هذا الأمر ولا يتساهل مع نفسه في هذا، فإنه أصل عظيم من أصول السير. قال وإنما فاتهم الوصول لتضييعهم الأصول، فاتهم الوصول لتضييعهم الأصول، هذا أصل عظيم، وهو طريق الخلص من أصحاب الحق تبارك وتعالى. فذوي التوفيق اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم لصحة تمييزهم وحسن أدبهم مع ربهم، يشفقون يخافون أن يقاربوا شيئا مما اختص به الرب تعالى، لعلمهم أن المولى يحب أن يستبد على خلقه وأن يبين أثر ربوبيته عليهم رفعة وعلوا وتعاظما وربوبية. فإذا رام العبد في سلوك الرفعة والعلو على الناس فأي مزية تبقى للرب على المربوب؟ قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مرتبطة أنواع الفساد في الأرض بإرادة العلو مربوطة، والذين يريدون يتعالون بالمال بالمنصب بالسلطة بالاجتماع هم اللي يفسدون واللي يجري على يديهم الفساد في الأرض بأنواع الفساد. من أراد العلو أراد الفساد. ها؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هؤلاء أهل الآخرة، هؤلاء أهل الدرجات، هؤلاء أهل المكانة عند الرب جل جلاله. هذا الأصل العظيم الذي يعمل الشيطان وجنده، ومنه وسائل اليوم الإعلامية اللي تسخرت لدولة إبليس ومملكته، تؤكد عليك ترفع تعالى تكثر من المتاع كسب الأكثر من المال، خذ لك هذا أصل ضد الأصل هذا بس، لكن هذا يوصل إلى الرب وذاك يوصل إلى فين، وغروا به كثير من المسلمين، غروا به كثير من المسلمين، صدقوهم ما هم ناصحين ولا صادقين ولا منورين ولا طاهرين، حد يتبعهم هؤلاء. ها فأين يصل من يتبعهم؟ لكن هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. الله. فإذا رام العبد سلوك الرفعة والعلو على الناس فأي مزية تبقى للرب على المربوب. ومن ها هنا يقع الغلط لكثير من الناس من سالك زماننا، إذا بغى يقول أنا بغى سلوك طريق الصوفية وطريق الأصفية وطريق الصالحين، إيش يطلع؟ قال أنا أزهد في الدنيا، كيف بدأ أعمل؟ هؤلاء كلهم غافلين محجوبين ما يساوون شيء. وهذا التناقض الكامل مع السير، وين هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وابدأوا واجب عليهم هم يبدؤون، احنا بالسلام يوسعون لنا في المكان يقربون لنا، احنا اللي سلكنا. الله، انت اللي سلكت ولا اللي هلكت؟ قلت هلكت ما سلكت. ها لا اله الا الله. قال اخذوا امورهم في سلوكهم بالترفع على الناس في العلو على العباد والدخول في امور تشبه احوال الجبابره، مع ذلك يدعون الزهد والتشبه باحوال الصالحين فيتخبطون في سلوكهم تفسد اعمالهم من حيث لا يشعرون. فتلمح ايها الاخ هذا السر، فان اساسه طريق الحق، وهو باب الافتقار الى الله، من افتقر اليه تعالى اغناه، وهو الباب الذي قالوا كلما قصدنا الحق من باب وجدنا عليه زحمه، فجينا باب الافتقار فوجدنا خالي فدخلنا بيوسف. قال الإمام الحداد وقد عزمت مرة
أن يضعوا قصيدتي يا رب العالمين الحال عندي في الكفان. ثم ذكرت أن طريقتنا الافتقار المحض إلى الله وأن القلب بلا شيء، ما معنى إلا هو. تركت ذلك، نلقى الله لا بشعر ولا نثر ولا عمل ولا معنى شيء، ما معنى إلا رجاء كرمه وجوده بس سبحانه وتعالى. الله 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 الله. قال روي أن الرب تعالى أنزل في بعض الكتب: تفرد الله بالكمال وقضى لغيره بالنقصان، فالعلو خاص لله الواحد القهار، ليس لأحد سبيل إلى شيء منه. أنت أيها الأخ واحد من العباد، إن كنت ذا فضيلة فأولى فضائلك أن تعرف قدر نفسك، تحل محلك الذي أنزلك بمولاك سبحانه وتعالى، فاعتني بصلح نفسك، اطرح ما قاله الناس، فإن كل اعتباراتهم أكثر قائمة على لا شيء. تعرف لا شيء؟ على لا شيء، قائمة على لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وما إذا جاء ولم يجده شيء. ها، أكثر أمورهم قائمة على هذا، لا شيء ولا شيء تحت، ما عدا الوهم والخيال والظن فقط، وبعدين ما عادش تصبح ولا شيء. بعد جاء اسمه بعض الرؤساء المعزولين يزور قبل 30-40 سنة، يزور بعض الرؤساء القائمين في الرئاسة، وكان قد استدعاه ودخله وإياه إلى شيء من مجالس الحفل، أبهم يقومون يصفقون، وكان الرئيس السابق يقول لهذا لا تصدقهم كانوا يفعلون لي هكذا، يقول قال أنا يوم كنت رئيس كانوا يصلحوا لي هكذا، لا تصدقهم. الأمور قايمة على غير شيء، ماشي 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 أساس لها أصلا، ماشي أساس. ها، هي قايمة بعد سنين، والثاني كذلك بعده رواد. وهكذا الدنيا أصحابها، لكن أهل طاعة الله، أهل الصدق مع الله، أهل الإرث للنبوة، لا أحد ينزلهم ولا أحد يبعدهم ولا أحد يغير عليهم شيء إلى أن يلقوا ربهم، وإلى الكرامة والعزة والشرف والرفعة والقرب والدنو والنظر إلى وجه الله الكريم. الله الله مفتن. هذا العز، هذا العز الدائم البالي. قال: فليعتني الإنسان بإصلاح نفسه وليطرح ما قاله الناس، فانظر أيها الأخ إلى أحوال السالكين ذوي المعارف والهمم فاتبعها. قال: بعض المشايخ المسلكين إذا أتاه الأبناء الأكابر من الشباب الذين يثيرون الزهد والانقطاع، أول ما يأمرهم بالتعرض بالكسب من الحمل مع الناس على رؤوسهم في الأسواق، قدور الطباخين وحزم الحطب، يقول هذا شغلكم، أنت تبغى تسير هذا شغلك، هذا أول، لا تقعد في خلوة ولا تذكر ولا تقرأ كتاب، روح اخرج السوق احمل القدور فوق رأسك، أيوة، حتى تصلح تجيب بعدين. أرسلوا بعضهم بعض أولاد الأغنياء إلى عند الحبيب عبد الرحمن المشهور، إنسان يتلقى عنه العلم، قال: أنت بتطلب العلم؟ قال لهم، قال: أي أول بنوصيك إلى السوق، روح اشتر لنا حاجة كذا وكذا، ومن جملة حاجات الخام. أمر في شيء وعاء، وش يحطوا فيه؟ وعاء، وذي ليه كم حق كبير هذا الزايد، حطوا فيه كم مقعد. مرة خرج وجابوا، حتى حطوا وجابوا، قال: يا هذا الحين فتقرا بدا يجلس، جيت معك نفس مركوزة حق الغنم خفضنا، هذا الحين بتصلح، بتبدأ تتعلم بسم الله، تبدأ قليل قليل. جلسوا عنده. لا إله إلا الله، هكذا أهل النصح. وفي ما أوحى الله لبعض الأنبياء، وكان واحد كان عالم حبر من الأحبار في وقته، كتب
كذا كذا مؤلف، كذا كذا كتاب، مجلدات. قال الله للنبي يقول له، يقول لك ربك ملأت الأرض نفاق. وقالوا النبي ذاك ندم وترك هذا الحق وراح يصلح بعض العبادات وينقطع ويختري. وأوحى الله إلى ذلك يقول له ما أصابت رضاي. وين رضا الله؟ يقولوا روح اختلط بالمساكين والفقراء ومش معهم في الأسواق. راح عمل ذلك، أوحى الله النبي قول له الآن أصبت رضاي، الآن أصبت رضاي. ها خرج من قلبك هذا الترفع والتكبر، الآن أصبت رضاي. قال يأمرهم الشيخ المسلك أن يلازموا ذلك برهة، يروحون يحملون قدور الطباخين وحزام الحطب وغيرهم، ويقولهم يا بني إن نفوسكم العزيزة لا تصلح للحق تعالى إلا بعد التطهير بنحو هذه المهن، فتصلح نفوسكم بهذه ما لا تصلح بنوافل العبادات، فإن أردتم الطريق فعليكم بهذه الأمور تقيمكم مقام صريح العبودية، لأن نفوسكم عزيزة صعبة قد اعتادت العلو والرفعة، فلا تؤثر فيها الطاعات حتى تذل وتنكسر، فأذلوها بهذا واجعلوها منكسرة للرب، بعدين تعالوا تصلحون لحضرته، فلا شيء أنفع للإنسان من أن يدرب نفسه على الذل لله تبارك وتعالى. قال تعالى أذلة على المؤمنين عجزنا الكافرين، قال ويجرعها غصصه، لأن حقيقة الذل لازمة للإنسان لزوما بينا، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين، ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم، فأقف موقف الذل في حياتي في محل الذي يحب الله مني في التذلل أحسن لي من حمر النعم، أي من أغلى أموال العرب الجمال الخاصة القوية. قبله جد علي بن أبي طالب يقول تجرع الغصاص فإني لم أرى جرعة أحلى منه عاقبة ولا ألذ مغبة. تذللك لله وصبرك من أجل الله، قال ماشي أحسن منه هذا، يورثك العطاء، يورثك المنح، يورثك القرب والفتح، ما لا يفتح لك في غيره. ها وهذا باب مدينة العلم والمربي حقه محمد مباشرة. تجرع الغصاص فإني لم أرى جرعة أحلى منه عاقبة ولا ألذ مغبة. قال وأما الذي يعرض للإنسان هذا سواء باسم الدين أو باسم الدنيا من مثل رفعة قدر وعلو رتبة، يقولون الشيخ الفلاني والعلم الفلاني والوزير الفلاني، ذلك شيء لا أصل له، أصله الله، إنسان عبد مخلوق من نطفة علقة مضغة، هذا أصل، هذا صحيح. أما هذا كله العوارض ما تساوي شيء، ما لها أصل، حقيقته شيء والطاري شيء، ما له حكم. ذلك عشان لا أصل له، الشبيه بالصبغة الحائلة، الداخل شيء هذا صبغة خارجية ما هي أصل ولا هي حقيقة، لا إله إلا الله. فإن اغتر بها والتفت إليها تخبط وتخربط وحجب وحجز، وإن وفق وهدي لم يبالي بشيء من ذلك ولم يلتفت ولم يقصده، وأبقى نفسه في مقام الأدب مع الله والذلة لله تبارك وتعالى. علامته إذا وجد من يسيء إليه، وإذا وجد من يستهين به ويستحقره ما يتغجر في شيء، وربما فرح من ذلك اللي ما يجد من مناسبة لحاله مع الله تبارك وتعالى في شأن هذا. والله يرزقنا الصدق معه، يرزقنا إحكام الأصول، ويسر لنا الوصول، ويزكي لنا العقول، يرزقنا المتابعة لسيد الأكرم في الفعل والمقول، يجعلنا من أسعد أمته بالحضور في حضرته وبالنظر إلى طلعته وغرته بسماع كلامه وبالأخذ عنه والسير في سبيله
وشرب من سلسبيله حتى نحشر في جيله في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.